صباح إليك بعد وآخر. يا مرحبا، إليكم هذا الفيديو الذي سوف يكون موضوعه عن متلازمة الذئاب. لنتابع. من أعلى الرأس حتى القدمين وفي جميع أنحاء الجسد، شعر يغطي الجسد كله. متلازمة الذئاب جعلت حياة هؤلاء البشر مختلفة تماما. جين غريب وغامض داخل أجسادهم جعل الأطراف والخدين والعينين وكل بوصة فيهم يغزوها الشعر الذي لم يفلح معه أي علاج، إن كان بالليزر أو بغيره. كانت الألقاب في المدرسة تزعج طفولتهم وهي مفعمة بالتنمر المدمر، من فتى الذئب إلى صغير الغوريلا وغيرها. ألقاب خلقت فيهم روح التحدي لتحويل هذا التميز الخلقي من أنه قد يدمر حياة صاحبه إلى شيء ينعش اقتصاد حياة صاحبه، بل إلى قمة الإيجابية، خاصة أن 50 شخصا في العالم كله منذ العصور الوسطى وحتى اليوم من عرفهم البشر بهذه الصفة. هناك عائلات تعاني من هذا المرض، بداية بعائلة ديفا ووصولا إلى العائلة المكسيكية وهي العائلة الأغزر شعرا في التاريخ. أكثر من 30 فردا منها جميعهم ولدوا بهذه المتلازمة الوراثية. رصدهم مشرف على السيرك في المكسيك وقدم لهم عرضا بأن يكونوا موظفين في السيرك مقابل أجر كبير، وبالفعل كانوا يقدمون عروضا جميلة جدا ومختلفة، ولكن كان الجمهور يأتون ليراهم تحت إعلان الفتى الذئب، والجمهور يأتي ليتصور معهم مقابل المال. كان ممنوع عليهم الخروج وكأنهم في سجن، بالرغم من الطعام والشراب والمسكن الأكثر من جيد كما يقولون. كان يشعرون أنه يقوم استغلالهم، ولكن اليوم يبدعون في أعمالهم الخاصة. هذا الأمر لا ينطبق على إناثهم في الأسرة، لا أحد يرغب في توظيفهم ولا يعيشن قصة حب كالآخرين. على عكس الفتاة التايلاندية الأصل، دخلت موسوعة جينيس كأكثر إنسان لديها شعر على الإطلاق. كان الشعر يغطي جسدها بالكامل، ذمرها التنمر فترة من الزمن، لكنها سرعان ما أصبحت من المشاهير. يحتك بها الأصدقاء ويتمنون أخذ صورة معها ومصافحتها. صارت أمها تبدع في قصات شعرها الموجودة في كل مكان من جسدها، حتى بداية عام 2018 حيث أعلنت الفتاة زواجها من حبيبها لتظهر في الصور لاحقا وقد تخلصت من الشعر من وجهها وجسدها بالكامل. ننهيها بذكر صغير من الهند أيضا يعاني من نفس المتلازمة، حيث يرى الفتى الصغير أن شبهه بالذئاب جعله محظوظا للغاية وجعله يكون لديه كثير من الأصدقاء والمعجبين. يحلم أن يكون شرطيا وهو مثل كل من سبقوه. أدركوا أن حالتهم هي حالة من 50 حالة في العالم، فجمعوا بين التحدي والتلمية وجعلوا من شعرهم باب أمل ومستقبل، بعد أن ظن أن من تنمر عليهم أنهم ذئاب بلا مستقبل. أصدقائي، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.